سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير. نتمنى تكونوا بخير بألف خير. اليوم غنشارك معكم الحلوى ديال العيد. مبارك عواشركم، نتمنى يدخل عليكم بخير. المهم بقاو معنا. هذه حلوة الكوك والسميدة. عندنا هنا نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو ديال السميدة، ستة البيضات، جوج عواشق ديال الكوفيتير. هنا حكينا شوية الحامض، وهذا الحامض معصور، جوج كيسان ديال الزيت الرومي وجوج كيسان ديال السكر. وهنا عندنا جوج خمارات. نبداو هنا، عندنا البيض غنهرسوه. هنا كما كتشوفوا هرسنا هذوك البيضات اللي عندنا. لحنا عليه جوج كيسان ديال السكر، وغنبقاو نديرو في هذه الطريقه. غتبقاو ديروه هكا حتى ينسجم لكم هذاك الشيء اللي خلطتو مزيان. دابا غنكبو هادوك جوج كيسان ديال الزيت الرومي. والحامض اللي عصرنا، الحامض اللي حكينا بغيت نقول، وشويه الملح. دابا غنديرو دوك جوج عواشق كبار ديال الكوفيتير ونخلطو. درنا دابا نص كيلو ديال الكوك، دابا غنديرو نص كيلو ديال السميدة. غنديرو دابا خمارات جوج. هنا كنديرو عاشقة ديال الما زهر. شوفو كي خرجت لينا مقاسحة. ما دابا غنخليو العجينة ترتاح شوية، وحنا غنمشيو نوجدو اللاطة. هنا درنا شوية الما زهر، ديرو في يديكم شوية، وبداو ديرو هكا الكويرات وديروهم في سكر كلاصي. الكرات راه على حساب كي بغيتوهم نتوما، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار. كنبقاو بهاد الطريقه تنساليو العجينه كامله. كتضغطوها شويه حتى كتولي هكا، كديرها في اللاطه. خليهم بعاد حيت في الفران راه كيتنفخوا.
دابا غنديرو حلوة الجليجاب الكاوكاو والجنجلان. هنا عندنا نص كيلو ديال الكاوكاو مطحون، وهنا نص كيلو ديال الجنجلان مطحون. غنستعملو شكلاط بودرة، جوج عواشق كبار ديال العسل، وعاشقة صغيرة ديال القرفة. وتبعوا معانا المقادير. أول حاجة غنديرو الكاوكاو مطحون، الجنجلان، شكلاط بودرة، جوج عواشق كبار. دريات نسيت، راه كاين تبي مطحون. غنديرو عاشقة صغيرة ديال القرفة، وبهم مطحون. حنا غنجمعوها بالعسل كما سمعتوا. دابا الخليط ديالنا غنهزوه ونديروه في اللاطة. دابا كديروها على هاد الشكل صافي، وغنخليوها وغنمشيو ندوبو الشكلاط الاسود باش نديرو الطابق الثاني. حنا درنا هاد الشكلاط فيه نص كيلو، درناه كامل. غنديرو ربعة العواشق ديال الزيت الرومي. دابا غنخشيوها في الثلاجة تيجمد الشوكولاط ونطلقها. الشكل الثالث الهلال بالكاوكاو، كتجي هشيشة واعرة. عندنا جوج كيسان ديال الزيت الرومي، الزبدة، جوج كيسان سكر كلاصي، القرفة. هنا عندنا فانيليا، جوج خمارات، وهنا فانيليا غناخدو منها غير ساشيه وحده. هنا عندنا نص كيلو ديال الكاوكاو مطحون، والفرينه غنديروها على حسب الخليط باش يتجمع لينا. بدينا بالباكيه ديال الزبده هي الاولى. دابا غنديرو السكر كلاصي،
كتبقاو تخلطوا في السكر كلاصي مع الزبده حتى كتولي هكا. دابا كديروا الزيت الرومي. درنا دابا نص كيلو ديال الكاوكاو، عشقة صغيرة ديال القرفة، وشوية ديال الملح. حاولوا ما تقووش من الفورس باش تجيكم هشيشه وتدوب في الفم. حنا دابا بدينا بربعة الكيسان وغنشوفوا على حساب شحال من كاس غتجمع لينا. حنا دابا درنا سبعة الكيسان ديال الفورص وما غنقووش باش تجي هشيشه، كتجمعوا هكا. وزدنا نص كاس. حنا صافي جمعناها، درنا سبعة الكيسان ونص وما قويناش باش ما تجيناش قاصحة، غتبقى خفيفة. شتو البنات، راه نسيت ما قلتش لكم، راه درنا جوج خمارات وفانيليا وحده. البنات لا بغيتوا الحلوى تجيكم زوينه ما تنساوش ما تقويوش الفورص بزاف، انا كنأكد عليكم. صافي حنا درناها في اللاطة. بغيت نقول لكم اللي بغات تقدر دير نص كيلو ديال الجنجلان، حنا ديما كنديروه ولكن هاد المره ما درناهش. كتجي بنينه وزوينه حتى بالجنجلان، ولكن حتى هكا صراحه بنينه بزاف. هانتوما البنات مني كطيب خرجناها من الفران ودرناها في السكر كلاصي، كدردروها فيه مزيان وصافي. دابا غندوبو الشوكولاط الابيض للحلوى ديال الجليجه. غندير ربعة العواشق ديال الزيت الرومي وغنخليوه يذوب. حنا خرجناها من الثلاجة، هذا هو الشوكولاط اللي درنا قبيله، كما كتشوفوا راه دار برد. غنقلبوها دابا. وفي هاد الطبقة غنديرو الشوكولاط الأبيض. راه كيبان لكم الشوكولاط هكا في هاد الحاجات حيتاش فيه النكهه ديال الكاوكاو، داكشي علاش كيبان فيه الكحوليه. هادو خرجناهم من الثلاجه وزوقناهم،
دابا خاصنا نرجعهم في الثلاجه، داكشي علاش باقي ما درناهمش في هذوك الكاغات ديالهم. صافي، وهذو هما الحلوات اللي درنا اليوم. كاينين شكول اخرين ولكن ما بقاش عندي الوقت نصورهم لكم تنوريهم لكم. هنايا ديال الفيديو، ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا فيديوهاتي تشتركوا معايا في القناه وضغطوا على الزر الاحمر، وما تنساوش ديما لايك، وكنشكركم حيت كتفرجوا فيديوهاتي ونشوفوا فيديو